وتسبحة الرب أدباً أدبني الرب. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الثانية إلى أهل كورنثوس. يا إخوة، قد علم الله أبو ربنا يسوع المسيح المبارك إلى الأبد أني لا أكذب، كان بدمشق الحاكم تحت إمرة الملك الحارث يحرس مدينة الدمشقيين ليقبض علي، فدليت في زنبيل من قوة السور ونجوت من يديه. إنه لا يوافقني أن أفتخر، فإني إلى رؤى الرب وإعلاناته أعرف إنساناً في المسيح منذ 14 سنة. في الجسد هذا لست أعلم، الله أعلم، اختطف إلى السماء الثالثة، وأعرف أن هذا الإنسان في الجسد أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم، اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات سرية لا يحل لإنسان أن ينطق بها. فمن جهة هذا أفتخر، وأما من جهة نفسي فلا أفتخر إلا بأوهاني، فإني لو أردت الافتخار لم أكن جاهلاً لأني لا أقول الحق، لكني أتحاشى لئلا يظن بي أحد فوق ما يراني عليه أو يسمعه مني، ولئلا أستكبر بفرط الإعلانات وأعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني فلا أستكبر. ولهذا طلبت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، فقال لي تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور أفتخر بالحري بالأوهان. تستقر قوة المسيح في نملك أيها القارئ وجميع الشعب. Wisdom attend, let us hear the Holy Gospel. Peace be to all. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير والتلميذ الطاهر. لنصغي، قال الرب: كان إنسان غني يلبس الأرجوان والبذة ويتنعم كل يوم تنعما فاخرا، وكان مسكين اسمه العاذر مطروحا عند بابه مصابا بالقروح، وكان يشتهي أن يشبع من الفتات الذي يسقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه. ثم مات المسكين فنقلته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضاً فدفن. فرفع الغني عينيه في الجحيم وهو في العذاب، فرأى إبراهيم من بعيد ولعاذر في حضنه، فنادى قائلاً: يا أبت إبراهيم ارحمني، وأرسل لعاذر ليغمس طرف أصبعه في الماء ويبرد لساني، لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم: تذكر يا ابني أنك نلت خيراتك في حياتك، ولعاذر كذلك بلاياه، والآن فهو يتعزى وأنت تتعذب، وعلاوة على هذا كله فبيننا وبينكم هوة عظيمة قد أثبتت، حتى إن الذين يريدون أن يجتازوا من هنا إليكم لا يستطيعون، ولا الذين هناك أن يعبروا إلينا. فقال:
أسألك إذن يا أبتي أن ترسله إلى بيت أبي، فإن لي 5 إخوة حتى يشهدوا لهم كي لا يأتوا أيضاً هاهنا إلى موضع العذاب هذا. فقال له إبراهيم: إن عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. قال: يا أبتي، بل إذا مضى إليهم واحد من الأموات يتوبون. فقال له: إن لم يسمعوا من موسى والأنبياء فإنهم، ولا إن قام واحد من الأموات يصدقونه.